الو حمدان من بعد الحرب وعنادها كتار الارامل بينت اعدادها ايوه وهالارملي الله حرمها زادها وصارت حزيني مع فلز اكبادها طلب اسعادها قديش بتقدر مدى استعدادها الله. بتقبل بزوج جديد مرة تانية يما بتبقى محافظة عولادها جلاد وتشوف غير الحب فينا ما خلاد وهالارملي الحملة مقاسي هالبلاد تبقى تربي الطفل مطرح من ولد مطرح مكان العين بتلاقي حبيب لكن بتبرم جيل تتلاقي ولد لكن بتنطر جيل تتلاقي ولا لكن الست اللي عاشت مرحلة مع حبها ظلم القدر بكير فرفت حبها ما عليش لو حبت شخص او حبها ما زال لحم ودم الله صبها مش هم تاخد كل شي الها حقوق البيهم ما تخالف وصايا ربها بدلات الجداد الست الوراها ولاد نعمي للبلاد ومعلقة تعليق شجرة بالعماد لا تفكر بتاني زواج بتست ريح وتاني شهر بتقول وان راحوا الولاد قلب الحنون بيجرحوا رب السما غير الصبر ما بيمنحوا وتنقول معاد الظروف بيسمحوا بشهر وسنة يمرق ولدها وتلمحوا بكرة بيجيها طفل من تاني زواج وبيضل عطف الام ساكن مطرحه ولولا اجاها طفل عسرير وسعي
واحد معي بتقول واحد مش معي. وقديش بدأت صيح يا دمعة تعي كلمة وعي وقالت بصوت اللاوعي ابني الوعي يا ليل شفته عالسرير وابني عتاني سرير ما شفته وعي دمعة تعي كلمة وعي وقالت بصوت اللاوعي ابني وعي ويا ليلة شفته وعي عالسرير وابني العتاري سرير ما شفته وعي حنين عيالها وضحت كرامتهم صباها ومالها. حلو يا علي. بكرة بعد ما يكبروا أطفالها يمكن يفلوا ويتركوا الحالة. ومفروض تعرف كل أم بهالحياة ما في لها إلا عطف رجالها. بيطلع وفي شو عرفك رجالها بيطلع وفي وما يولع بجمعة وبجمعة ينطفي وما بين يا امي على الطفلة طفي وما بين يا زوجي ورد حبي طفي بتشوف قصد العاطفة برجالها وبولادها بتشوف طهر العاطفة يا علي. الام اللي جور الدهر مسكنها الام اللي جور الدهر مسكنها وليل القلق عالصبر مرنها مهما عليها يبرم الدولاب رجالها وحضن بيحضنها. حلو. مهما برم سنين الدولاب رجالها وحضن بيحضنها هو الجسر للبيت هو عتاب ورب بأمان العيش أمنها الله فتح له ألف باب وباب تم واسمه بالخير حسنها ومش كل طفل بحضن أمه داب بيطلع وفي من أصل معدنها ومش كل طفل بحضن امه داب بيطلع وفي من اصل معدنها بحكي لك حكاية مش من كتاب عايشتها وللناس بعلنها حلو
في ام كانوا لا طلاب عاشوا يتامى بحضن مسكنها. ولما الحرب علقت من الصرصاب اخدوا مصاريف السفر منها. وسافروا ونور السعادة غاب عن ان كتر الهم جننها. ولبسوا من الغمرة الحنون تياب ويوم الوداع كتير حزنها. والله دلق من رزقته مزراب كرامة رضا الام ومحاسنها. وهونيك فتحوا بكل بنك حساب وهو الام هون الفقر راهنها. وين طهر العاطفي باحباب عاشوا ظواهرها وبواطنها. اتصور شو طلعوا هنعاج دياب بحق الامومي وطهر معجنها. الهم 15 سنة غياب وبعدهم لحد اليوم ما ودوا شقفة رسالة يسألوا عنها. فرحة وعودها تموا ولك العيلة ولادها التموا. وعيال منهن عم نلم غلال وغلال منهن ما بينلموا. وللأرملة المكتوب مش رسمال وهالأمهات الما بينزم وعاشوا بمرسال وبلا مرسال بيهمهن بالبيت يهتم. يا ما صبايا بأول الموال اترملوا عولادهن ضموا وما كان يغريهن جمال ومال أنشق بعتم الليل ينضموا. يا ما صبايا بأول الموال ترملوا عولادهن ضموا ما كان يغريهن جمال ومال أنجق بهمس الليل ينضموا. ما أعظم الزهرة البلا آمال بكير خبت عطرها بكموا بدل شم العطر من رجال قال تعطوني الطفل بال. ما اعظم الزهراء البلا امال بكير خبت عطرها بكموا بدل شم العطر من رجال قال تعطوني الطفل تشموا تشموا. بعرف مرا إلها 5 أطفال استشهد أبوهن وانسكب دمه بعد مدي شب ليها مال وراحت وتركت بيتها بهمه. ومر عليها جارة الأحوال زارت حكيم الناس بتهمه ساعة
سمع الطفل عنده يا امي قالوا تتفتفت الماما على سمعه. سمع الطفل عنده يا امي قالوا تتفتفت الماما على تمه تخمين عرفت صوت منها سال وعيونها سرير الصبي امه لاقت ولدها عالتخت شلال من دموعها العخدودها انحموا قالت يا زوجي عيفني كرمال ابني المريض لحضرتك عمه بعيش العمر كله بدون رجال لكن بلا ابني ما في عيش هيدا الصبي ابني وانا امه.